صباح الخير لكل المشاهدين اللي انضموا لنا مع معالجة النطق صوفيا كلزي. لقاء مش معنا هلا، لقاء يلي بتنطروه كل نهار خميس بهالوقت. صباح الخير صوفيا، واهلا وسهلا فيك. بونجور معي. دائما لقاءات معك بتحمل كثير من الإفادة. وخلينا بالأول صوفيا، قبل ما نغوص بموضوعنا لليوم اللي هو الاهتمامات المختلفة عند الطفل المصاب بالتوحد، قول إنه اليوم عن جد كنا من قبل نشوف كثير يمكن السبيشال كيسز او الاطفال اللي بحاجه عن جد لعنايه خاصه يكونوا كثير قليل. اليوم مع كل شيء عم بصير والقعده بالبيت سنتين، ونحن قديش عم نقعد مع اولادنا، كنا وقت طويل وعم نراقبهم وقت طويل، كثير اتسيرفست يعني مثل ما بيقولوا فاش على الوجه وبين. مظبوط، هن مش الحالات اللي زادوا فعلا قد ما هو الوعي زايد. صح، والاهل تقربوا من اولادهم مثل ما قلتي، عم بيراقبوهم اكثر، عم بيشوفوا اكثر، الوعي الاعلام يعني الناس صاروا يعرفوا اكثر بكثير مثل من قبل بمواضيع حساسه مثل ما عم بتقولي ودقيقه لها دخل بالاحتياجات الخاصه. 100%. وبدي اقول لكل الاميات، ودائما بنختم الفرصه معك صوفيا، خاصة الأمهات عن جد يلي يمكن هن بيحملوا تقريبا ثلاث أرباع الحمل، ما عم نقلل من دور الآباء أكيد، بس عن جد دايما الأم بتكون حاملة أكتر ومهتمة أكتر ومتابعة أكتر أولادها. عن جد منا هينة أبدا تكون عندك طفل إن كان مصاب بالتوحد أو أي نوع من الصعوبات التعلمية أو الصعوبات التانية اللي ممكن يكون عنده إياها أو مشاكل يكون عنده إياها الطفل. ولكن عن جد حلو نشوف الشيء الحلو بهيدا الشيء، ودايما في شيء حلو. لا أكيد، عن جد دايما في شيء مميز عن جد. ما بعرف، مفعول الأمومة عند الأمات أوقات بفجر عندهم مواهب. صح، مع أولادهم بالعكس نحن بنتعلم منهم أشياء معينة. على طول نسأل الأمات عن تفاصيل بيصيروا معهم وبيهمونا، لانه هن بيعلمون عندهم معلومات عن الولد نحن ما مع يمكن ما يبينوا عنا، ردات فعل يبينوا عندهم وعندهم اشياء نحن ما معقول نحن نوصل لهم. صح، بدنا كثير يعني من وراء العلاقه اللي عندهم اياها مع ولدهم وقديش بيراقبوه وبيكونوا قراب عليهم، هن بيعلمونا على طول مش العكس. تحيه لكل الاهل بالفعل عن جد، وكل الجسم كمان التعليمي وانتم كمان الاختصاصيين والاختصاصيات اللي بتتابعوا اولادنا وبتوقفوا حدهم وبترافقوهم لحد ما يوصلوا يكونوا عن جد اوتونوم، عم بيمارسوا كل هيك حياتهم بشكل طبيعي. لو قد ما صغير المشكله اللي عندهم اياها او قد ما كبيره، هيدي مسكه الايد اللي بتوصلون على بر الامان مثل ما بنقول. عن جد نشكر كل شخص بيشارك وبيساهم بهيدا الاطار. واكيد اليوم بدنا نوجه كمان تحيه خاصه لكل طفل مصاب بالتوحد وكل اهل عم بيرافقوا طفل مصاب بالتوحد اللي هو موضوعنا لليوم، لانه عن جد اهتمامات هيدا الطفل بتكون مختلفه يعني. وبدنا كمان نقول هلا صوفيا انت بدك تصححي لي اذا معي حق ولا لا، لانه عن جد بيختلف درجات التوحد، بتختلف فيه طفل يكون ما مبين اي مشكله، يكون يقدر يكون بصف عادي عم بتابع دراسته على مقاعد دراسه بمدرسه عاديه، واطفال تانيين لا بدهم مدارس سبيسياليزي او متخصصه. صحيح، مثل ما عم بتقولي ماي، التوحد ما ببين على الشخص جسديا، ما ببين على الشخص، بينما غير صعوبات اعاقات ببينوا. التوحد ما ببين ابدا على الولد اذا كان قاعد ما عم بيعمل رده فعل، ما عم بيحكي، ما فيك تعرفي الا وقتها يكون ساعتها يعني عم تتواصلي معه او بغير حاله، ساعتها ممكن تحسي انه الولد عم بيتصرف بطريقه غير تقليديه. انا نقيت هذا الموضوع اليوم لانه باثنين الشهر هو اليوم العالمي للتوحد، اللي هو نهار كتير كتير مهم.
لازم نحتفل فيه طبعاً. والتوحد أنا بحب أعرف عنه هيك بمختصر، هو اضطراب النمو العصبي دايم بيضل عند الولد، ومعقول يسيب كذا وظيفة عند الولد، معقول يسيب تطور الحكي، التواصل، السلوك، وكمان أوقات بيسيب الوظائف الفكرية عند الولد. بس عن جد كل ولد مختلف عن التاني. بس نشوف حالات مثل ما عم بتقولي منعرف أنه ما في طفل مثل التاني، وأكيد هون دوركم صوفي ليتم التشخيص. فريق متخصص كامل بيكون عم بيعمل أكيد البيلان وعم بيصير على أساسه التشخيص، بس مين الرئيس هيدا الفريق؟ يعني أنا بعرف كتير من الأطفال المصابين بالتوحد أبداً النطق منه متأثر عندهم، بينما عند غير أطفال النطق متأثر بشكل كتير كبير. هل البسيكولوج هو اللي بيكون عم بيترأس هيدا الفريق خليني أقول، وبيقول هيدا الطفل لشو بحاجة؟ مثل ما قلت إجمالا بيكون في فريق عمل، لأنه الولد بيكون بحاجة لكذا علاجات حتى يكون، خاصة هو وصغير، حتى يكون عم بيتحسن بسرعة، ونكون عم يعني كتير عم نساعده بهذا العمر المبكر. التوجه هون، التدخل المبكر كتير كتير مهم وبيأثر، يعني هو أكتر وقت معقول الولد يتحسن فيه ونكون عم نساعده. عادة الأهل حسب الأهل أوقات بدون يتوجهوا عند الحكيم، عند الطبيب الأولاد، يمكن عند الطبيب النفساني، يمكن يوصل أول شيء عند معالجة النطق، عند معالجة نفسية، حسب الأهل عند مين حبوا، عمين من هول إذا بدك سبيسياليتي عنده عند أي بشو مختص. شكوا لوين راحوا بشكوكم يعني؟ يمكن هن يكونوا جايين بالنسبة أنه مأخر بحكي، يمكن بالنسبة لردات فعله أنه الولد ما عم بيطلع فيهم، يمكن هن عم مرات بعيطوا له ما بيرد بيروحوا عند أوتورينو مثلا. مزبوط. هلا أوقات في أهالي عم بخافوا زيادة، ولحسن الحظ ما بيكون توحد، بس في فعلا حالات بيكون توحد. هون نحن ساعتها دورنا إذا شاكين بالموضوع أكيد بدنا نواجه عند الطبيب النفساني، هو رح يعمل كمان تقييم وهو رح يعطي التشخيص. بس على الحالتين بيكون في فريق عمل، بنكون نحن عارفين أكيد أو شاكين، أو بالعكس يعني نحن أكيدين، بس هو اللي رح يحط إذا بديك التشخيص النهائي، وبيكون انطلقوا العلاجات قبل. مش ضروري ننطر يكون التشخيص صار موجود وأكيد 100% حتى نبلش بالعلاجات، بنبلش قبل. طيب صوفي، لأنه إذا مأخر بحكيه على الحالتين لازم نبلش. لليوم أنا بعرف فعله مش صحيحين، لازم نبلش أكيد تواصل. على سيرة منبلش، في شغلة عن جد، وأنا يمكن من أول ما تعرفت على هيدا الاضطراب وصرت أقرأ شوي عنه، أتعرف عليه من خلال اختصاصيين مثل حضرتك، عندي بعض الحشرية. أعرف ليش لليوم الدراسات بعد ما بينت، ليش ما ببين أي شيء عند الأطفال تحت عمر معين؟ إذا ماني غلطانة سنة ونص أو سنتين بكون عم برد بس نعيط له، بكون عم بيتطلع بعيوننا بس نعمل آي كونتاكت معه. ليش فجأة بصير هيدا الشفت بعد ما نعرف؟ لا، عادة هو كتير من النوادر الحالات اللي عم بتصير مثل ما عم بتقولي ماي، انه بيوصل الولد عم بيتطور على أساس عم بيتطور بطريقة تقليدية ما بوشي، وفجأة عمر السنة أو السنتين بتلاقي تغير الولد كليا، وصار إذا بدك مش عم بيتوجه، عم بيبين عنده عوارض توحد. بس هول الحالات كتير قليلة. كتير قليل. عادة التوحد بيكون الولد خلق فيه والعوارض بتبين من هو وكتير صغير، هو وطفل طفل كتير صغير. بس يمكن لأنه بيكون بعده بيبي ما بينتبهوا الأهل أنه أكيد في بعض مرات الأهل مش عارفين وبيتأخر التشخيص لينحط. بس في حالة مثل ما عم بتقول الولد عم بيتطور بطريقة تقليدية وطبيعية، وفجأة بتلاقي بلش يتغير الولد. هون نحن بيكون عنا تساؤلات، ولهلأ في ما عنا أجوبة كتير واضحة على هيدا التساؤل، ليش في أولاد بهيدا العمر أوقات كليا بيتغير عندهم سلوكهم، وبهيدا العمر ببلش يبين. أوكي، ببلش يبين مثل ما بيتغير هون بهيدي الحالة النادرة، بيتغير الولد تصرفاته وسلوكه بيتغير، بيتراجع. لليوم كمان ما منعرف إذا أسباب وراثية جينية
بنعرف بس انه بعتقد اذا ماني غلطانه هيك اليوم لانه معنا كثير وقت صوفيا عن جد نوجه هيدا رساله الحب لكل الاشخاص اللي العيال خليني اقول لانه هو مش بيكون شخص عنده توحد عن جد العائله كلها بتكون اكيد العائله كلها عم بتغوص بنعرف انه اطفال الصبيان يعني خليني اقول الصبيان عددهم اكبر او نسبتهم اكبر من البنات صح؟ كمان. صح اجمالا اوكي ولليوم عن جد الاسباب ما بتنعرف طلعت دراسه في فتره دراسه وحده وانتشرت كثير انه من وراء الفاكسينز ورجعوا اكيد نكروها في اصداء خاطئه انه الفاكسان معقول يسبب اوتيزم مثل ما غير فاكسان كمان قال انه عنهم انه بيسببوا غير امراض بس لهلا ما في اثباتات واضحه اذا كان بس عامل وراثي وعامل جيني بس اكيد هيدا العامل موجود هيدا العامل اكيد بدل في بس موجود نسب يعني هيدا الاحتمال اكيد بالوقت نكون نحن عم نسال اسئله بدنا نسال اذا بالعائله في غير حاله في حالات عندهم غير صعوبات لانه بهمنا نعرف كمان اوقات قربت الاهل اذا في قربه عائليه وتجوزوا كمان معقول يسبب بس مش بالضروره بتلاقي اوقات ما في شيء من كل هول الحالات وفي حاله توحد بالعائله اوكي يعني مش بالضروره يكون هنا يعني هي دول العوامل الموجودين بنكتشف هيدي الحاله كيف بتم تشخيص مدى حده الحاله يعني بعمر صغير بنقدر نعرف اذا هيدا مايلد اوتيزم او اذا هيدا اكيوت او اذا هيدا شخص على عمر الست سنين رح يكون في قاعد بمدرسة عادية ولا لا حالته يعني في فحوصات بتبين إذا كان الولد صار بعمر بيحكي إذا الولد أول شيء اكتسب الحكي الكلام عم بيحكي هيدي أكيد إشارة إيجابية هيدي إشارة حلوة جيدة أكيد جيدة إنه مثل ما قلت احتمال إنه بعدين يقدر يكون في دمج بالمدرسة لأنه إذا ما في الولد ما تطور عنده أبدا الحكي اللي هي في حالات بتصير مع إنه بيكون في علاجات هون أكيد أصعب بكتير وكتير الاحتمال بخف إنه الولد يكون في دمج بمدرسة أكيد الولد منعرف من أول العلاج إذا عم بيتطور بسرعة أو لا وكمان ردات فعل الأهل قديش هن متقبلين بالبيت وإذا هن عم بيعرفوا كمان كيف هن يتعاملوا معه وكيف هن يتقبلوا وما يعصبوا أو يعملوا هن ردة فعل لأنه نحن بالعكس إذا الولد عم بيعمل ردة فعل زائدة بالبيت لازم يقدروا هن يكون عندهم القدرة والصبر اذا بدك انه يقدروا هن يحضنوه وبالعكس هن يكون عندهم لانه نحن بدنا نروح على طول صوبه مش العكس نحن كمعالجين او كاهل كام كاخوه بدنا نعرف نحن نروح صوبه نحن نفوت باهتماماته اللي هي مختلفه حتى نقدر بالعكس بعدين هو يرجع صوبنا ويكون عنده تفاعل مناسب مع المجتمع مع الاشخاص اللي حواليه مع عائلته مع الاولاد اوكي ويكون تصير عنده اهتمامات تقليديه اكثر من اللي هو معقول يكون عم يتوجه صوبه شو هي هيدي الاهتمامات عنوان حلقتنا اليوم الاهتمامات المختلفه للطفل المصاب بالتوحد بالبدايه هل هي مشتركه صوفيا عند كل الاطفال المصابين بالتوحد هل بتختلف من ولد للتاني حسب حديه اصابته وكمان هل مثل ما قلت بتتغير مع التقدم بالعلاج؟ أكيد بتتغير نحن على طول هدفنا هو التقدم وتحسن عند الولد بس مثل ما قلت الاهتمامات تكون كتير مختلفة عند الولاد في ولاد بيحبوا مثلا إذا بيلعبوا بالسيارة بيهمهم الدولاب أكثر من السيارة بحد ذاتها نحن هون شو بدنا نعمل؟ بنعمل العكس بدنا نكرج السيارة بطريقة تقليدية مثل حياة للعبة نعلمه كيف يستعملها حتى انه هو هدفه انه الولد يكرجه منصير نحن نعلمه شوي شوي ونحن نتقرب منه حتى نكون عم نعلمه كيف يستعمل الاغراض بطريقه مناسبه للالعاب بحبوا في اولاد اوقات بيصفوا بحبوا يصفوا كثير الالعاب جنب بعضهم بيركبوا بحبوا التركيب بس اكيد بعدني عم برجع اقول في اولاد كثير بحبوا الاغاني معقول ممكن يكونوا عم بيعيدوا الاغاني او يعيدوا الحكي بس مش بطريقة مناسبة
يعني فجأة تلاقيه عم بيعيد غنية أو عم بيعيد حكيك بس مش بالوقت المناسب أو يعيد الجملة. إذا أنت عم تسأليه سؤال يعيد الجملة كاملة. وفي أولاد ما رح يقدروا يعبروا شفهيا ويستعملوا الكلام حتى يكونوا عم بيعبروا عن رأيهم أوكي. حكيت عن الدولاب كمان عن حاجاتهم، ردة فعلهم كمان بتكون مختلفة. في أولاد يمكن ينزعجوا من إضاءة كتير قوية، من أصوات مفاجئة، حتى الأغاني. يعني حكيت عن أولاد مصابين بالتوحد بحبوا الأغاني، بينما في أولاد ما بطيقوا الأصوات والأغاني. يعني ما فيك تعرفي عن جد اختلاف كل حالة بحالتها بالحالات. حتى في أولاد أكل معين ما بحبوه، تياب معينة ما بحبون، اشياء لزجة يمكن بيزعجون، او بالعكس ماشي معين بيزعجون. بحبوا الوان معينة، بيعلقوا على لون واحد بحبوا يلبسوه. كتير عن جد في اختلاف بالحالات، وهون دور الام هي تساعدنا وهي تعطينا هول المعلومات حتى نحن نقدر نستعملهم بطريقة ايجابية ومناسبة، او بالعكس حتى نتجنب الاشياء اللي بتزعجه للولد وما نكون عم اوكي. صوفي، غير حالات عن التوحد بنشوف يمكن بيكون في تاخر فكري، يعني بنشوف طفل عمره 10 سنين بصف اطفال عمرهم 5 سنين. طفل التوحد لا، ما هيك في اولاد بنشوف نسبة الذكاء عندهم كمان الوظائف الفكريه اذا بدك مصابه او منا بمستوى رفقاتهم اللي بيكونوا بعمرهم. وفي اولاد لا، الاولاد اللي بيصير دمج اللي بيكون مبلشين عندهم العلاج المبكر كتير وقدروا حكيوا وتطور عندهم يعني كل الوظائف الفكرية طوروا بطريقة مناسبة، رح يقروا ويكتبوا ويصير في دمج بالمدارس. بس أكيد بالأول ما بنعرف، هو فترة العلاج من بعد كذا شهر بنكون عم نشوف الأشياء قديش عم تتطور، قدي الولد عم بيتطور وعم بيتحسن. هون فينا ناخد نشكل فكرة أكتر إذا بدك لمستقبله. وليش برأيك في عندهم وهيدا بعرف يمكن حكينا سوا مطول. حكينا سوا يمكن مرة بحلقة قديش في أطفال مصابين بالتوحد نسبة الذكاء عندهم بكون عندهم الأيكيو كتير عالي، صحيح، وبكونوا موهوبين بشكل مخيف بالارقام بشغله معينه، مثلا بالارقام كثير بالقرايه بهول الامور. ايه معقول، اكيد موجودين هول الحالات بس بالنوع ما نعرف ليش. يعني في اشخاص بيفكروا انه توحد يعني قدره أو. ايه مزبوط، قدره فائقه بشغله معينه، بس هول الحالات كمان يعني نوادر. هلا لانه يمكن هيدا بتعرفي من اول الحلقه عم جرب اتذكر رين مان اي مزبوط، داستن هوفمان، هيدا الفيلم، لانه خلص وقت تشوفي هيدا النموذج من الاشخاص المصابين بالتوحد فكر انه كلهم هيك، بينما هو في اكيد اشخاص هيك بس مش كلهم مزبوط. مش ما فينا حكيتي عن كل الاشخاص، حكيتي عن الدوليب، طالما عم نحكي عن الاهتمامات المختلفه، هن كثير بحبوا الاشياء الدائريه بشكل عام. في اولاد بحبوا كمان يدوروا على حالهم، في اولاد بحبوا يحركوا ايديهم كمان بطريقه يكونوا عم بزقفوا، في اولاد بحبوا كمان انه يكونوا عم بيتمرجحوا على الكرسي. في اكيد في اهتمامات مختلفه مثل ما عم بتقولي. في اولاد كثير بحبوا التلوين، بحبوا يلونوا كثير، هون بتختلف لهم. طب وليش مهم كنت عم بتقولي لي منصير نحن كمعالجين نخليهم يتعلموا يلعبوا بالشغله مثل ما لازم يلعبوا فيها، او تصير اهتماماتهم تقليديه اكثر؟ ليه بتاخذوهم على المطرح التقليدي مش بتخلوهم بالكومفورت زون تبعهم؟ شو اللي بفيد تطور علاجهم؟ مع الوقت الولد رح يكون اذا بدك منغلق على حاله اكثر واكثر، اذا نحن ما جربنا نحن نعالجه او نساعده ونحن نفوت على العالم اللي هو عايش فيه، حتى بالعكس نكون عم نحسن القدرات عنده، رح ينغلق اكثر واكثر وينفصل عنا اكثر واكثر، والاهل يفهموه اكثر واكثر وما يعرفوا مزبوط شو عم بيصير معه. لانه الاهل لو تعالج اوقات بتضلك تلاقي انه عندهم تساؤلات، ليه عمل هيدي رده فعل؟ ليه قال هيك؟ ليش اوقات في اشياء ما بنفهمها؟ بضل عليهم علامه استفهام. مشان هيك كثير مهم لحياته المستقبليه ان كان مع عائلته بالدراسة، إذا كان في دراسة أو ما في دراسة، نقدر نفهمه، نحن نفهمه وهو كمان يصير يفهمنا، يعرف شو ردة فعل كمان الشخص اللي بوجهه. كمان نشتغل على هول الأمور، هو يصير لأنه بالأول ما بيعرف يميز، ما كتير بيطلع بالشخص،
إذا بدك البصر عنده ما كتير بهمه يطلع العين بالعين بالشخص المتواجد بوجهه، ما معناتها ما بيهتم أبدا، بس ما كتير كمان بيفهم ردة فعلنا لإلنا. هول كمان مع الأولاد أكيد اللي طور عندهم الحكي وصاروا بمرحلة متقدمة بنشتغل عليهم أنه على تعابير الوجه الشخص المقابي لك شو معقول يكون عم بحس هيداك الشخص، وهو كمان يقدر يعبر. طب سوفيا، هو كمان يكون عم بيقدر يعبر ليفهم الأشخاص اللي حواليه لأنه ما عم بيفهموا أوقات. بتعرفي هلأ عم فكر أنت عم تحكي في هيك شخصين بطفولتك كانوا كبار، يعني ما كنا نعرف عن جد قد ايه تطورت الامور، قد ايه الوعي صار اكثر، كانوا ضايع عنا يعني يقولوا مجانين عنهم، هن اثنين اخوه للاسف. هلا هيك عم فكر فرق سنه بس بيناتهم، هيك انه قديش مزعجه الشغله انه هلا لو بيرجع الزمن لورا كثير تطورت الامور، انه هن منهم مجانين، هن اكيد لو تشخصوا مظبوط مظبوط ما كانوا يحكوا، كانوا ياكلوا نفس الاكله دايما، هيك عم بتذكر. وكثير مهم يكون كتير عندهم عوايد معينه ونتبعهم ويناموا بنفس الوقت ويوعوا بنفس الوقت، يعني مظبوط. بس هول الاشياء كثير بتريحهم بالعكس بتريحهم، هول الامور العوايد بيعملوا تانترمز حتى بعمر كثير كبير. ايش عم بتذكر اشياء؟ طب ما في مع كل هالتطور بالعلاجات في دواء بياخذوه لاشخاص المصابين بالتوحد؟ اوقات في دواء بيوصفه الحكيم بس مش على طول، لا مش كل الحالات بيعوزوا ياخذوا دواء، اكيد لا. هو لا دواء في اولاد بيكون عندهم كمان حركه زايده بس مش كل الاولاد. اوكي، سو هو الدواء اللي بياخذوه الاطفال المصابين بالاي دي اتش دي حتى يعني لانه هيدا الاضطراب مزمن دايم، على الحالتين الدواء اللي رح ينوصف منه دواء حتى يتخلصوا من التوحد. اوكي، التوحد بضل كل العمر بيتحسن، الولد بيتحسن، قدراته بتتحسن، كل قدراته التواصل الفكريه اللغويه اذا قدرنا اكيد، بس التوحد بضل. التوحد بضل هيك لو وصل لمراحل كتير متقدمة وقدر هالشخص يصير في دمج ويروح على المدرسة والجامعة وبعدين يشتغل، أكيد رح يضل عنده ردات فعل معينة وطريقة تفكير مختلفة. نحن بدنا نتقبل وبدله سبيسيال، خلينا عن جد إلي سبيسيال، ما حلو كمان وحدة ايه ما اكزاكتلي ما من هيك مظبوط اكيد حلو بس الشيء اللي بخوف طبعا اكيد هي ميزه، ودائما بنركز على هول المواضيع خصوصا معك صوفيا، عن جد يمكن هيدا اللي بميزك، انسانيتك الى جانب مهنيتك عن جد بهيدا المجال. بس الاهل اللي هلا عم يسمعونا اللي عم بخافوا اللي عم بيكتشفوا يمكن انه في شيء من اللي عم نحكيه نحن عن طفلهم، بخافوا على صحة اولادهم، وفي كمان كلنا حوالينا اشخاص كانوا مصابين باضطراب معين ما بيعيشوا كتير. خلينا نوضح هيدا الفكرة، انه دايما هيدا التساؤل الكبير عند الاهل انه بعيش عادي بعيش عادي. التوحد ما عنده مثل غير امراض، ما عنده تأثير اذا بدك صحي جسدي على الولد على صحته، على صحته ما عنده تأثير أكيد. لا مش مثل غير اضطرابات بيتأثر قلبه أو غير إشياء، لا يعني نمو عنده بيكون طبيعي 100%، ما بيكون في مشكلة جسدية. كلمة أخيرة صوفيا بتقوليها لكل الأشخاص اللي عم بتابعونا اليوم، أنه بدي ألفت النظر على شغلة معي، أنه في أولاد من وراء اللي عم بيصير بالكوفيد في كتير أولاد عم بيعملوا صغار عم بيعطوا عوارض توحد هن وكتير صغار، بس هن منهم أولاد عندهم توحد. فبدنا ننتبه كتير على هالشغلة، أنه الأولاد لازم يلعبوا مع غير أولاد، الأولاد لازم يظهروا، الأولاد بدنا ننتبه كتير على هالشغلة لأنه هن أولاد أساساً ما عندهم توحد، بس لانه عم بيحضروا كثير سكرينز ما عم بيكون ما شافوا غير اولاد، ما عرفوا كيف بدهم يتطلعوا، ما في كثير انخلاط الجاردوري مع غير اولاد، مع اولاد بالعائله، مع اشخاص ثانيين بالعائله، عم ببين عندهم شويه اكيد مش كل العوارض، كل الظواهر اللي بيكونوا موجودين عند توحد عند الولد اللي عنده توحد، بس في اشياء عم بتبين هون. في حال عندنا تساؤل توجهوا عند الاختصاصي، ما تنطروا،
لنعرف إذا الحالة هي توحد أو لا. مزبوط، على حتى نساعد الولد. أهلا وسهلا فيك دايما صفي كلزي، ويعطيك ألف عافية. بدي أطلب من كل اللي عم يتابعوا منا يعملوا فولو لايك على البيج صوفي كلزي على الفيسبوك، كثير من الاشياء المفيده دائما على هيدي الصفحه الناشطه جدا يلي بتفيد كل الاهل، ان كان ولادكم عندكم مشاكل، وحتى لو ولادكم ما بتصدقوا الستوريز القصص الامور اللي بتتعلموها على هيدي الصفحه. هلا اعملوا كليك وحده، واكيد بعد البريك بنتابع لقاءاتنا انا وإلي زميلي معكم لغايه الساعه 11:30. تابعونا. ميرسي ماي. We'll be right back.